نروح بقى للطقس. بيبدأ فصل الربيع النهاردة تحديداً الساعة 5:50، وهيكون يعني طوله حوالي 88 يوم و23 ساعة و31 دقيقة إلى أن يحدث الانقلاب الصيفي إذن لبدء فصل الصيف يوم السبت 20 يونيو 2020. إحنا معنا تليفون؟ طيب. وفي يوم الاعتدال الربيعي بيتساوى طول الليل والنهار 12 ساعة لكل منهما لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الاعتدال الربيعي في النصف الشمالي للكرة الأرضية والاعتدال الخريفي في النصف الجنوبي. دكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. دكتور إيمان، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على كل السادة المشاهدين. مع بداية فصل الربيع النهاردة، يعني كده خلاص بقى انتهت موجة الشتاء، نطمن ولا في أي حاجة، في مفاجآت؟ احنا طبعا يعني عايزين نطمن كل السادة المشاهدين، النهاردة آخر يوم في فصل الشتاء، بداية من غدا بداية فصل الربيع جغرافيا. طبعا مع فصل الربيع احنا كلنا عارفين ان فصل الربيع فصل تقلبات جوية، وايضا بيكون رياح الخمسين بنشهدها في فصل الربيع والعواصف الترابية، لكن حابين نأكد كل السادة على كل السادة المشاهدين، احنا طبعا شاعرين بانخفاض في درجات الحرارة منذ يومين تقريبا، هي ما زالت اقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بحوالي من 4 لـ5 درجات مئوية. الطقس بارد اثناء ساعات النهار وشديد البروده اثناء ساعات الليل المتاخره. درجه الحراره العظمى على القاهره هتوصل النهارده ل 17 درجه، ده طبعا اقل من المعدل بكثير، وطبعا هيكون ايضا في فرص سقوط امطار على مناطق من السواحل الشماليه ومناطق من الدلتا وايضا القاهره. طبعا الامطار هتكون خفيفه ان شاء الله، غير مؤثره على انشطه كل الساده المواطنين، لكن طبعا هيكون معنا الامطار هيكون نشاط رياح على بعض المناطق وخصوصا الطرق المكشوفه. نشاط الرياح هيزود الاحساس بالبروده، لكن حتى الان ما فيش اي رمال او اتربه مثمره خلال اليومين دول، يعني النهارده وبكره ما زال مستمر انخفاض درجات الحراره. بدايه من يوم الاحد القادم ان شاء الله ترتفع درجات الحراره تدريجيا وتعود للمعدلات الطبيعيه لهذا الوقت من العام، وطبعا وخاصه ده هيتزامن مع بدايه فصل الربيع. ايضا بدايه من يوم الاثنين هيكون في ارتفاع اخر في درجات الحراره، ونرجع بقى لدرجات الحراره الطبيعيه اللي احنا بنشهدها في فصل الربيع ان شاء الله باذن الله. يا فندم يعني انا بشكرك. انا قلت طبعا ان فصل الصيف هيبدا في 20 يونيو. ده فعلا حقيقي، فصل الصيف هيبدا في 21 يونيو، نهايه فصل الربيع 20 يونيو وبدايه فصل الصيف 21 يونيو. ده يعني النهارده بدا فصل الربيع. طبعا الساعة 5 مستمرين فيه لمدة 3 شهور. طبعا فصل الربيع طبعا فصل يعني كلنا بنستمتع فيه بدرجات الحرارة، لكن طبعا هو معروف ان اعلى درجات حرارة بتسجل في فصل الربيع وليس فصل الصيف، بنلاقي تغيرات كبيرة جدا في درجات الحرارة، يعني بترتفع ممكن 10 درجات وتنزل تاني يوم ب 10 أو 12 درجة، فبيبقى فيه تقلبات في الجو وتقلبات حادة وسريعة. ايضا بتنشط الرياح طبعا، والرياح المثيرة للرمال والأتربة، وخاصة ان احنا معروف في رياح الخمسين بتكون في فصل الربيع. فطبعا احنا بندعو كل الساده المشاهدين لمتابعه النشرات الجويه كل يوم، علشان طبعا التقلبات الجويه اللي احنا بنشهدها في فصل الربيع. احنا كل يوم معاهم ومتابعين معاهم احوال الطقس، وبشكرك يا دكتور ايمان. دكتور ايمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئه الارصاد الجويه.